بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. قريت معلومه جميله عن فضل سجده الشكر. هي احنا ممكن نكون بنسجد لله في صلواتنا، لكن اغلبنا لا يداوم على سجده الشكر بعد الصلاه، واعتقد اننا لو عرفنا فضلها هنداوم عليها كلنا، يعني يا رب باذن الله. بيقول لك ايه؟ انه اذا صلى العبد ثم سجد سجده الشكر فيقول رب العالمين للملائكه: يا ملائكتي انظروا الى عبدي ادى فريضتي واتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما انعمت عليه. يا ملائكتي ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: أيوة، ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا رب جنتك. فيقول رب العالمين: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاه ما همه، يعني زيح عنه الهم، يعني كفاية اللي شافه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم ماذا؟ فلا يبقى شيء في الخير إلا قالته الملائكة. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا لا علم لنا، آخرهم ما يعرفوش غير كده. فيقول الله تعالى: لأشكرنه كما شكرني، وأقبل إليه بفضلي وأريه رحمتي. يعني سجدة شكر واحدة بعد كل صلاة نشكر فيها ربنا سبحانه وتعالى على كل اللي ادهولنا من نعم، حتى نعمة المقدرة على السجود في حد ذاتها هي نعمة كبيرة تستحق الشكر. ومن لا يستطيع أن يسجد أو يتحرك فليشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العقل، أو نعمة الأولاد الصالحين، أو نعمة راحة البال، أو نعمة الأربع حيطان، أو نعمة الهدمة اللي ستراه، أو نعمة الكلام والسمع والبصر. فمن يعيش بكل هذه النعم ولا يشعر بها ويتعامل معها على أنها من المسلمات في حياته وأنه ينقصه الكثير ومش لاقي حاجة يشكر ربنا عليها، بمناسبة يعني أنه فقران شوية أو شقيان شوية أو حياته صعبة شوية، مش مطلوب منه بس غير أنه يخطف رجله ويروح يبص على من لا مأوى لهم، أو من لا أطراف لهم، أو من لا يتمتعون بالبصر أو السمع أو الكلام أو العقل، ويتخيل حياته بدون هذه المسلمات التي لا يحمد الله عليها وناقم طول الوقت. كل هذه النعم لا تقدر بأموال الدنيا، ولو أغنى أغنياء العالم فقدها لحاول أن يدفع فيها كل ما يملك ليسترده، ومع ذلك لا نشعر بقيمتها في حياتنا ولا نشكر عليها المولى عز وجل بعد كل صلاة. فلنداوم على سجدة الشكر حتى ننول الرحمة والفضل، وندعي دايما: اللهم إني أحمدك يا رب وأشكرك على هدايتك لينا وعلى كل شيء وهبتني إياه وعلى كل شيء رزقتني به في هذه الحياة من غير لا حول مني ولا قوة. آمين يا رب العالمين. النهاردة إحنا هنتكلم عن انتصارات المسلمين في شهر رمضان مع فضيلة الشيخ محمود عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية. إنما أحب أفكركم قبل الفاصل بعمرة رمضان، اتصلوا بالأرقام المبينة قدام حضراتكم على الشاشة وهيكون في سحب يومي على الفائز بالعمرة. فاصل قصير ونعود.